بدي اياك ما تغمض عينك، خلي عينك 10/10 لانه حاره ابو صخر فاير دمها. ايوه ومن شو فاير دمها سيدي؟ صخر ضاربينه برصاصه بنص الحاره. يا لطيف يا لطيف. وانا خايف انه يفوتوا علينا فوتي لا اول ولا اخر، ففتح لي عيونك لانه تاهميننا بالقصه. ايوه ونحن شو دخلنا سيدي؟ شو دخلنا؟ مثل ما عم فهمك، اي شيء بيصير تجي لعندي على البيت فورا فهمني. ماشي امرك سيدي امرك. وانت يا وفي بتضلك سهران انت والعناصر، بتحوصوا حوالين الحاره وجواتها. حوص. واي شيء بتحسوا عليه بتتعامل معه بالشكل المناسب. مناسب. ماشي يلا. شو اللي عم يصير وفيق افندي؟ مشان الله فهمني شو اللي عم يصير. الله ستر انه صخر ما مات برصاصه اللي تقوس فيها، ولا لو كان ميت كان كبرت القصه كثير. الحمد لله الحمد لله اللي ما مات. بس انتم مو لازم تروحوا على الحاره وتدوروا عندهم على سلاح وفيق افندي؟ ليش رصاص طلع من عند منهم ولا من اللي فاتوا لعندهم وقوسوا؟ لا انا بقول رصاص طلع من برات الحاره. يبقى شلون بدنا نفوت لعند منهم على الحاره ونفتش عن سلاح؟ ايوه انت هيك قلتك وفيق افندي؟ ما في داعي ما هيك؟ ما في داعي. قلتي انت بشغلك الصغير وترك الشغل الكبير لاهله. امرك امرك وفيق افندي. انا اساسا شو بدي فيه؟ علي بمحرسي وبحارتي وبس. وهو المطلوب وانا رايح وراجع لك. ويا ويلك لايك نايم ولا درغام. لا سيدي لا، شو هي نام انا؟ مع السلامه سيدي مع السلامه. يلا عساكر وراي. يلا الله معكم سيدي.